الفنان الكبير مفيد عاشور، حامل تقاليد الفن الرصين، في التاسعة مع يوسف الحسيني. نقلب معه في صفحات تاريخ من التمكن والإبداع. تعبير الحقيقي عن مدى إجادة هذا الممثل لدوره وبيعمله. ويحكي أسرار مشاركته في مسلسل الاختيار بدور شيخ الأزهر. هذه اللحظة السحرية. وفي نفس الحلقة فقرة خاصة عن الخدع البصرية المبهرة في أعمال رمضان مع الخبير رامي المصري. زي نقدر ننفذ رؤية المخرج. التاسعة مع يوسف الحسيني، الليلة في العيد على قناة مصر الأولى.